السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نعرف نختار اللحمة نعملها كفتة، والكفتة تبقى معانا جوسي وطرية وما تكشش مننا، في البداية خالص نعرف اللحمة، اي قطعة لحمة اللي احنا ناخدها ونفرمها وتبقى معانا لحمة كفتة، وتبقى معانا كفتة مشوية ما تكشش مننا وتبقى طرية. اول حاجة احنا هنروح عند معايا النهارده، نروح عند الجزار ونشوف اللحمه ونشوف القطعه اللي هي بالظبط اللي تنفع معانا. ده كده مشواري في البدايه خالص، في بدايه مشواري وانا طالعه راح نجيب عند الجزار، جزار بلدنا اللي بصراحه احنا ما ناكلش اي لحمه الا من عنده، ما بثقش بصراحه في اي حد تاني لان انا عارفه هو بيذبح ايه وبيجيب العجول منين بالظبط وشكلها ايه، وبتبقى عجول بلدي وبيذبحها في السلخانه مش بره السلخانه، ودي الاختام بتاعه اللحمه، واللحمه بتاعته جميله جدا يعني بصراحه. مش هنقول بس هي شويه الشوربه كفايه عن طعم اللحمه ومذاقها الكويس. ربنا يبارك له، عنده ضمير فيها جدا وهو جزار بلدنا. النهارده هروح بقى علشان اقول لكم بالظبط انهي قطعه اللي تنفع للكفته. اما نروح عند الجزار نقول له انا عايزه اخد لحمه من الرقبه، رقبه الذبيحه. ليه؟ الرقبه، لحم الرقبه هو ده اللي بيبقى في ايه، دي الحته المخصوصه والحته المظبوطه اللي نعمل منها الكفته مننا معانا، وكامله متكامله لا فيها دهن ولا فيها حاجه، كلها الخواص بتاعتها دي تناسب اننا نعمل منها الكفته وما تكشش مننا، تفضل على حالها وتبقى طريه وتبقى جوزي كده وتبقى حلوه وطعمها كويس. كل قطعه في الذبيحه بتتخصص لحاجه، يعني لحمه الرقبه ده للكفته، سبحانك يا رب، اللحمه لحمه الرقبه للكفته، مش اي قطعه تانية فيها. مثلا زي القطعه اللي قدامنا التانية دي بيت الكلوة الكبيره الضخمه دي، بيت الكلو، بيت الكلوة دي ما طبعا ما تتفرمش، يبقى فيها عظم. شوفوا الفخده دي، بسم الله ما شاء الله، شفتوا الاختام اللي على اللحمه، اللحمه يعني بتتكلم عن نفسها، يعني اللحمه اللي عنده بتتكلم عن نفسها. دي بيت الكلوه، دي اللي بتتقطع بيبقى فيها عظم، يعني دي تنفع ما تنفعش طبعا الا للشوربه، يعني احنا نسلقها وبتبقى لحمه ناعمه، والرقبه برده لحمه ناعمه. طبعا القطعه دي الريش، دي الريش اللي في الذبيحه، دي للشوي تتشوي او ممكن تتعمل في صينيه، تتعمل في صينيه يعني صينيه خضار، او تبقى لحمه مشويه وتبقى ناعمه برضو، دي قطعه برضو من القطع الناعمه. انا خدت رحت وزنت اللحمه بتاعتي اللي انا عايزاها من الرقبه وفرمتها عند الجزار اهو، ده الحاج محمد جزاه الله كل خير، راجل عنده ضمير في حاجته بصراحه، حته لحمه تتاكل حاف ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه وفي صحته. الحاج محمد متولي ده من بلدنا، وبصراحه ما بنجيبش لحمه الا من عنده، ما فيش ثقه من اي حد تاني بصراحه. فكل قطعه في الذبيحه ليها طبيخها. شوفوا بعد انا ما جبتها وفرمتها شكلها ناعم ازاي، مش متضاف عليها اي حاجه. طبعا بعد ما بنفرمها بنيجي نهويها شويه، طبعا بنجيبها من عند الجزار مفرومه، اجي لازم اهويها شويه قبل ما اضيف عليها اي الخلطات اللي نعمل منها الكفته، لازم اهوي اللحمه المفرومه، وبعد ما تتهوى هنحط عليها البصل طبعا والكزبره والشبت، وبعدين نصبحها. الف هنا وشفا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.